السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الفلاح الصغير. معكم اخوكم محمد صوفا. نتواجدوا اليوم في معقل الافوكادو ومعقل الاشجار المثمرة الاستوائية ومعقل الفواكه الحمراء. منطقة مولاي وسلهان، منطقة ذهبية في المغرب، منطقة استثناء بمقوماتها الكاملة. احنا اليوم تنقوم بعملية تقليم، بحيث بدينا العملية في هذه المنطقة لأن الجني كان متأخر ديال الأفوكادو، لهذا عاد استأنفنا العمل. كنا بدينا في شهر 12 توقف العملية ديال الجني، توقفات دابا عاود استأنف الجني. حنا على مشارف نهاية الموسم ديال جني الأفوكادو، مباشرة من بعد الجني راكم عارفين خاص واحد لوطونسيا الشجرة، خصنا معاملات شتوية خلال هاد الفترة. من بينها التقليم هو مسألة أساسية. الآن تنقوم بعملية التقليم ديال باش أننا نضمنوا الشجرة تعطي الفاكهة، ونقطعوا الأغصان اللي زائدة، ونحافظوا على التوازن ديال الشجرة، وكذلك لا فورماسيون ديال الشجرة، يعني الحجم ديالها يكون مزيان، وعلى اساس نربيوها العام الجاي وتكون النتيجه جيده. المعاملات الاضافيه ما دون التقليم هي رش بعض العناصر الحميائيه، مثلا كصلفات النحاس او صلفات دو كويفر، وكذلك من بعد كنقوم برش مادة كذلك حميائية من أجل تجنب تعفنات الجذور، خاصة مع هطول الأمطار الأخيرة لأمطار الخير. وكذلك سنحطو البرنامج ديال التسميد انطلاقا من شهر فبراير، الأسبوع الأول من شهر فبراير سنبداو العملية ديال التسميد على مستوى التسميد بالسمادة، يعني أو التسميد الموضعي، كذلك التسميد باليد أو لونغري دو فون. السماد عبارة عن حبوب، وكذلك السماد اللي هو عبارة على إما على شكل طحين أو لا على شكل سائل يتخلط ويتم رشه على الأشجار، وهذه عملية تسمى فولير. دونك هاد الأمور هذه بثلاثة، هاد المراحل نخدموا عليها باش نهيئوا الشجرة للموسم القادم. أحييكم من مولاي بسلهان في قنيطرة غرب المغرب، إلى اللقاء.